معنا بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، ما أفاق حديث رئيس الوزراء المكلف أيضا؟ ما التحديات التي يقابلها من رئاسة الجمهورية وتحدث فيها صراحة في هذا المؤتمر الصحفي؟ بالفعل ماجد، يقرأ من بيان رئيس الحكومة المكلف بأن هناك نزاع كبير بين الرئاسة، رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، على خلفية تشكيل الحكومة، خصوصا وأن الأيام الماضية شهدت حرب مصادر إن صح التعبير بين رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، ورئاسة الحكومة والفريق الداعم لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. وقال ميقاتي في البيان أنه طلب موعدا من مديرية المراسيم في رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، وقيل له بأنه سيعود إليه بعد قليل الشخص المعني لتحديد هذا الموعد، ولم يحدد الموعد. هو مصر على التشكيلة التي قدمها لرئيس الجمهورية بعد الاستشارات النيابية، وينتظر الملاحظات من قبل رئيس الجمهورية. هذا الأمر لم يحصل حتى الساعة، وهذا ربما يفسر التوتر الشديد، وبأن تشكيل الحكومة أو موضوع تشكيل الحكومة في لبنان أصبح خلف كل القوى السياسية، وبدأ بالفعل التفكير في السباق الرئاسي الذي يبدأ بعد أقل من شهرين، أي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. هذا الأمر يأتي على وقع إضراب موظفي القطاع العام في البلاد لليوم الثاني على التوالي، إضافة إلى تصريحات تصعيدية من جانب أمين عام حزب الله حسن نصر الله بشأن ترسيم الحدود أو حتى بشأن إمكانية اندلاع حرب في المنطقة وفي لبنان. وهذا الأمر يعقد الأمور أكثر على وقع أكبر أزمة اقتصادية في البلاد، ومزيد من الإشكالات الاقتصادية، إشكالات في الخبز، في البنزين، في السلع والخدمات. وبالتالي هذا الأمر أو هذا التوتر بين رئيس الحكومة المكلف من جهة ورئيس الجمهورية ربما سيعقد الأمور أكثر في لبنان، ويدخل البلاد في فراغ حكومي، وهذا الأمر سيؤدي إلى أن تتحكم حكومة تصريف الأعمال أو تقوم حكومة تصريف الأعمال بإدارة البلاد في حال حصل فراغ رئاسي بعد أشهر قليلة. من بيروت مراسلنا سلمان العنداري، شكرا جزيلا لك.